السلامة، وإن شاء الله ربي تكونوا بخير ومع رمضان بخير. بون، اليوم حبيت ندير معكم باغيت، خبز الباغيت. نديروه بالزيتون وبالأعشاب المناسبة وزعب وزوليف، دي باغيت ساهلين. اللهم إني أبرأ من حولي ومن قوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، تكر على ربي سبحانه. بون، لي ميزور تاوعي عندي هنا 350 غرام فارينة، 350 غرام فارين. عندنا 300 غرام سمول تري فين، 300 غرام سميد أرطب فام أرطب. عندي هنا بين 350 و 370 مليلتر ما، entre 350 à 370 مليلتر دو. هنا اللي حسب غير 350، ها بنشوف. عندي مغرف ونص خميرة، اون كويير et demi levure de bière. عندي une petite cuillère sucre. عندي هنا une cuillère تانية petite مغرف صغيرة تاع بسباس مرحي، غران داني مولو، بسباس مرحي. عندي مغرف صغيرة كيف كيف توم ناشف، واللي ما عندوش توم يدير سنينة ثوم يربيع، هذا مكان. عندي كيف كيف مغرف كبيرة زعتر لوريغون، زعتر ناشف، بعد فتتوه هكذا بصوابعكم. بيان سور عندنا الملح، وعندي هنا 3 مغارف زيت الزيتونه، 3 كويغ سوب دويل دوليف. ساهله، نبداو بلي فارين تاعنا هما الاولين. نحط فارينتي، بسم الله، 350 350. عندي سميد 300 غرام، 300 غرام سمول فين. عندي الخميره مغرف ونص، اون كويغ اي دومي على لوفور. عندي اون كويير سكر مغرف سكر. عندي قلت لكم بسباس مرحي غران داني مولو. عندنا دو لاي سيشي ولا دو لاي اون بودر، ولا ديرو سيناتوم ولا اون غوس دال. عندي زعتر، ماشي الزعتر، الزعتر سي لو تان، والزعتر سي لوريغان، الانجلي سي اوريغانو. خلطهم لي بودر هكذا، اللي حاب يدير بيدو يدير نفس الطريقة، يحط ويبدا. راح ندير في البيترا، جيب 3 مغارف تاعي تاع زيت زيتونة هما الأولين، 3 كويير عصوب دو لويل دوليف. دوك نحط، نبدا نعجن ونصب في الماء، ومن بعد ندير الملح تاعنا. دوك أنا نعجن، مش حابة نسرعكم، ونشوفوا شكون دخل شحال تخلي الماء، اسكو تخلوا لي لي 350 ولا نزيدوا له. هي لازم تكون عجينه طريه بصح ما تلصقش. نتلاقاو من بعد. بعد ما تعجنت العجينه تاعنا واحد 15 مينوت ماكسيموم، باسكو على بالكم بلي فيها سميد، تقدروا تعجنوها هنا ما نقطعوش، غير ندخلوا برك عجينتنا في بعضها هكذا، هذا مكان، وتعود تبان بلي معجونه مليح. شوفوا تجي حكمه روحها. خبز تاع الباغيت ما يجيش مرخوف، ما يصلح، ما يجيكمش شبان. هنا هادي عندي هنا زيتون، عندي واحد 200 غرام، تحبوا ديروا خضر، تحبوا ديروه كحل كامل، تحبوا ديروا ميلونج، انا نحب ندير ان ميلونج. نديرو ونعجن عجينتي باش يدخل فيها، تحبوا ديروا اقل من هكذا ديروا، ماشي بروبليم. داكوغ، نبدا غير بشويه هكذا وندخل مع بعضها هكذا وما نقطعوش. شوفوا كيفاش راني ندير باش يدخل كلش مع بعضه هكذا. هكذا بون، شوفوا ندخلو نوليكم. بون، هاني دخلتو في بعضها. دوكا نقسمو، تحبوا ديروهم خبزات مدورين، تحبوا ديروهم صغار، تحبوا ديروا كيما راني حندير دي باغيت كيما حبيت، ديروا واش حبوا. معليش انا نقص شويه، ندير لكم زوج ولا مدورين، ونديروا البولاج تاعنا كيما ملفين اللي وريته لكم هذا هكذا، غير باش تدخل برك في بعضها. نخليها تريح شويه باش من بعد تعطيني الطوح هكذا، نوليكم. بون، نجي نحل
عجينتي كيما مالفه درتها معاكم شحال من خطره باش نديروا الرسم تاعنا هكذا وندير نلصقها مليح ونزيد نغلقوا لي زوفيرتور تاعنا مليح فو بيان سودي باش ما تنحلش هكذا نمعس ونشوف هكذا نكمل نوريكم ما شوفوا راني كملتهم درت زوج كبار ودرت واحد رقاق ودرت لكم وحده مدور خليهم يخمروا كي يخمروا شقوهم بالانعام ولا تحبوا تشقوهم دركا ديروا لهم فرينه وندخلوهم للكوشه تلقاو بعد الوغ شوفوا خبزنا راهو طاب تبان الدنيا مظلمه باسكو الشمس طلعت شوفوا كيفاش طابنا مازال مسخون هاهم نخليوه يبرد وبعد نعاود نولي لكم هنا وليت لكم بعد ما طاب الخبز تاعنا جانا هايل طري ومقرمش قلت لكم يجيكم ساهل خامل تاع الزنقه وهذا تاع الزيتون تكوني تري تري بون ان شاء الله يا ربي الوصفه تعجبكم وتجربوها ما تنساونيش دي لايك دي كومونتير بارطاجي لا فيديو اتمنى يا ربي اني فدتكم ولو القليل احبكم في الله ونتلاقاكم في وصفات اخرى